هل يا ترى البرنامج بتاعنا بيفضل طول ما هو شغال ماشي في نور الله كده ستريت فورورد، بيتنقل من ستيتمنت لستيتمنت من غير ما يغير مساره ومن غير ما يغير الباث اللي هو ماشي فيه؟ الحقيقة لا، الحقيقة ان احنا طول ما البرنامج بتاعنا شغال هنحتاج من وقت للتاني انه بناء على كونديشنز معينة او بناء على داتا دخلنا معينة ان احنا نغير الفلو بتاع البرنامج ونغير مساره. ايه بقى الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نكنترول الفلو بتاع البرنامج؟ اوامر الكنترول فلو بتدينا القدرة على اننا نغير الباص اللي ماشي في البرنامج بناء على شوية كونديشنز. وانواع الكنترول فلو مختلفة، في انواع بتديني القدرة ان انا اوقف البرنامج كله واخرج، ودي بتبقى في حالة حدوث مصيبة، يعني انا عايز اعمل اكزيت من البرنامج كله. في ساعات اكون عايز اسكيب، يعني امشي من التسلسل الطبيعي ونط اروح في حتة تانية خالص. ساعات بكون عايز اغير المسار بناء على كونديشن، يعني لو حصل كذا هعمل كذا ولو ما حصلش هعمل كذا. عايز البرنامج يكرر نفس الحاجة اكتر من مرة، ودي اللوبس. واخيرا في الاكسبشن هاندلنج. الاكسبشن هاندلنج ان انا عايز لما يحصل مشكلة او يحصل ايرور ما تفاجئش بيه والبرنامج يكراش، اكون عامل سيناريوهات معدة مسبقا لمعظم الايرورز اللي ممكن تظهر عندي واعمل لها هاندلنج بشكل كويس، بحيث ان انا البرنامج او الدنيا ما تضربش وتكراش عندي. الاكسبشن هاندلنج هنتخصص ليه جزء منفصل في اخر الكورس، ودلوقتي هنتكلم على الكونديشنال كنترول فلو. الكونديشنال كنترول فلو ان احنا بناء على كونديشنال معين، بناء على كونديشن معين، بناء على شرط معين، اما بمشي في مسار لو اتحقق الشرط ده او امشي في مسار مختلف لو ما اتحققش. اول ستيتمنت عندي بنفذ بيها الكنترول ده الاف ستيتمنت. اف يعني لو، لو الكونديشن دوت حصل انا هنفذ حاجه معينه. بنكتب الاف ستيتمنت ازاي؟ بنكتب كلمه اف ونفتح قوسين ونكتب جواه الكونديشن اللي احنا عايزين نتشيك عليه. كونديشن يعني ترو او فولس، وافتح قوسين اللي احنا ممكن نسميهم، بنسميهم قوسين مجموعه، وسط القوسين دول بيحددوا بدايه ونهايه الاف ستيتمنت. دي البراكتس اللي بتحدد اول واخر الاف ستيتمنت. اللي جوه القوسين دول كل ده هيتنفذ في حاله حدوث الشرط ده. خلينا نبص على مثال بسيط. انا هنا بقول عندي فاريبل اسمه a قيمته ب10. انا بتشيك على قيمه الفاريبل دوت ان هو لو اقل من ال20 اطلع رساله لليوزر اقول له فعلا الفاريبل اقل من 20. وانا قلت له الفاريبل اقل من 20 لو ما قلتلوش قيمته، وبعد كده هطلع له رساله بعد نهايه الاف، الاف هتخلص هنا. لو الفاريبل اقل من 20 هطلع له رساله اقول له فعلا الفاريبل اقل من 20، وبعد الاف لما تخلص هطلع رساله اقول الفاليو بتاعت الفاريبل دي كانت بكذا. طب لو الفاريبل ده مش اقل من 20 مش هيخش هنا، مش هيطبع الرساله بتاعت الاف، لكن هيطبع الرساله اللي بعد الاقواس. الاوتبوت بتاع البرنامج هيكون ان الفاريبل فعلا اقل من 20 والفاليو بتاعته بتساوي كذا. يا ريت نكتب السامبل بايدينا ونعمل ايديت بسيط عليه ان الفاريبل ده يتاخد من اليوزر كانبوت من اليوزر، مش احنا نكون حاطينه بايدينا. طيب انا دلوقتي عرفت لو عندي الكونديشن دوت يتحقق هعمل كذا. طيب انا عايز بقى، طب لو ما اتحققش هعمل ايه؟ ممكن اكون انا دلوقتي لو اتحقق هعمل كذا، ولو ما اتحققش انا مش فارق معايا. طب لو ما اتحققش انا محتاج اعمل حاجه مختلفه. اكتبها ازاي؟ if else statement. if لو الكونديشن اتحقق هعمل كذا، else يعني لو ما اتحققش، ما دون ذلك يعني otherwise هعمل ايه. بنفس الطريقة اللي كتبنا بيها الاف بنكتب الالس، بنكتب الاف قوسين نكتب جواهم الكود اللي احنا عايزين ننفذه في حالة الكونديشن ده. else طب لو ما حصلش، ما دون ذلك برضو قوسين، وبنكتب جواه اللي احنا عايزين نعمله لو الكونديشن ده ما حصلش. ينفع اكتب else من غير if؟ ينفع؟
يعني ينفع يعني اقول لو يعني ما عنديش كونديشن اصلا واقول لو ما حصلش هيحصل ايه؟ ما ينفعش. الكومبايلر هيطلع لك ايرور لو انت كتبت else من غير if، else لازم يسبقها if. الاوتبوت بتاع البرنامج دوت ال a هنا مش هتبقى اقل من 20، فمش هيخش هنا وهيخش في ال else، هينفذ الستيتمنت دي، هيطبع الرساله دي، وبعدين هيطلع الفاليو. برضو نعيد كتابه السامبل دي ونخلي الانبوت دوت داخل من اليوزر. طيب لو انا عايز اتشيك على شرطين، يعني لو حصل كذا هعمل كذا، ولو حصل كذا تاني شرط تاني هعمل كذا، اذروايز لو الاتنين ما حصلوش هعمل حاجه مختلفه. ده ممكن، ممكن ان انا اكتب اف إلس اف وبعدين إلس دي اللي هي اذروايز، يعني لو الشرط دوت اتحقق هعمل كذا، إلس إلس بس عايز احط بعدها شرط تاني، فاقول إلس اف الشرط التاني ده اتحقق هعمل كذا. طيب لو كل ده ما اتحققوش هعمل ايه؟ هعمل حاجة تالتة، هعمل حاجة مختلفة. نفس الفكرة بتاعت السامبل، بس احنا هنا بنخلينا الكونديشن يساوي يساوي، الكونديشن ده بيرجع ترو او فولس زي ما شفنا في الاوبريتورز، وهنشيك على قيمتين، لو ب10 هنطلع الرساله دي، لو ب20 هنطلع الرساله دي، والس هنطلع رساله مختلفه، وبنطلع الفاليو في الاخر. ده الاوتبوت بتاع البرنامج، وبرضه يا ريت نعيده ونخلي الانبوت دوت مش فاريبل ثابت، نخلي الانبوت دوت ناخده بايدينا. طيب لو انا عندي عدد كبير من الكونديشنز، يعني انا المره اللي فاتت كان عندي تو كونديشنز، فلو حصل ده هعمل كذا ولو حصل ده هعمل كذا، else otherwise انا هعمل حاجه مختلفه. طب لو عندي بقى عدد كبير من الكونديشنز، لو عندي 7 8 10 اكتر، هقعد اكتب بقى if else if else if else if else if، ممكن وهتتنفذ لكن هتلخبطك ومش هتبقى ريدابل وشكلها بايخ. الافضل ان احنا نستعمل حاجه اسمها السويتش ستيتمنت. السويتش ستيتمنت بتدينا القدره ان احنا نعمل تشيك على فاليو معينه، وفي كل على 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 قيمه معينه، وكل كيس بنعمل لها هاندلنج مختلف. الانام سيبك من الانام دلوقتي، احنا هناخده بعدين، احنا خلينا نتعامل مع ده اكنه سودو كود، اكنه يعني شخبطه كده، ان انا دلوقتي بتشيك على ايام الاسبوع، وفي حاله كل يوم من الايام هطلع رساله مختلفه، طبعا شكلها بالالسف، شكلها يعني مش ريدابل وصعبه خالص. طب ازاي نكتبها بالسويتش ستيتمنت ديت؟ السويتش بنكتبها كالاتي، بنكتب سويتش وبنفتح برضو الستارت والاند براكتس بتاعتنا عشان نحدد ان ما داخل يعني اللي داخل الاقواس ديت هو الكود اللي هيتنفذ في السويتش. بحط هنا الفاريبل اللي انا عايز اتشيك على الفاليو بتاعته، وفي كل كيس في كل حاله يعني الفاريبل ده لو الفاليو بتاعته كذا هنفذ كود معين، لو الكي لو الفاليو بتاعته كذا هننفذ كود معين، لو الفاليو بتاعه كذا هننفذ كود معين. طيب لو الفاليو بتاعته مش اي مما سبق، يعني ولا واحده من دول، بحط حاجه اسمها ديفولت ستيتمنت، يعني لو كل ده ما اتنفذش الديفولت ستيتمنت ديت هي اللي بتتنفذ. خلينا نبص على مثال بسيط. هنفترض ان احنا دلوقتي عايزين نعمل برنامج بدخل له التقدير بتاع الطالب، النتيجه بتاعت الطالب، وهو بيطلع رساله للطالب بيقول له التقدير بتاعه كذا. لو مثلا الطالب جايب امتياز فبيطلع له رساله بيقول له اكسلنت، لو جايب جيد او جيد جدا بيقول له ويل دون، لو جايب مقبول بيقول له يو باست، يعني لو مش جاي يعني جايب اقل من كده لا قدر الله بعد شرع عنكم يعني بيقول له يعني تراي اجين. ولو ما كانش اي مما سبق، ما هو ما فيش تقديرات تانية يعني بعد كده ما فيش تقدير، فهيبقى الديفولت ستيتمنت بتاعتنا هيقول له معلش انت دخلت جريد غلط، انت الجريد اللي دخلته للطالب دوت مش صحيح، وفي الاخر بيطلع رساله بالجريد اللي دخل. احنا هنا مثبتين الجريد، معتبرين الجريد اللي هو الكاركتر اي بي سي دي اف،
ومثبتين الفاريبل بفاليو دي برضو، يبقى التاسك بتاعتك ان انت تعمل نفس الاكسرسايز دوت، لكن تخلي اليوزر هو اللي يدخل الجريد، هيدخله كاركتر، هيدخله حرف. في الحالة دي الاوتبوت بتاع البرنامج هيبقى يو باست والجريد بتاعك دي، هو جايب مقبول. عايزين ناخد بالنا من حاجة، احنا كل مرة كنا بنكتب كيس بنتشيك على الفاليو بتاعة الفاريبل ده، وبنكتب كيس وبنكتب الكود اللي احنا عايزين ننفذه في الحالة دي وبعديها بريك. طيب لو انا كتبت كيس وما كتبتش بريك، في الحالة دي هو بيجمع الكيسز مع بعض، بيعتبر ان الكيس دي والكيس دي الهاندلنج بتاعهم مشترك. فانت لو هتعملها قاصد دي حاجة كويسة، ان انا هنا عايز مثلا في حالة الجيد والجيد جدا يطلع له نفس الرسالة. طب لو نسيتها، لو ما كنتش قاصد ووقعت مني، في الحالة دي هيبقى عندك مشكلة في الهاندلنج، ان الكيس بتاعتك خلي بالكوا لو في كود هنا هيتنفذ ويكمل برضه، يعني هو بيفضل مكمل من اول كلمة كيس لحد ما يلاقي بريك. طب لو لقى كيس تانية بيكمل برضه لحد ما يلاقي بريك. فنركز في موضوع ان احنا نفتح بكيس ونقفل في بريك، لانه مش هيطلع لك ايرور الكومبايلر لو انت نسيت بريك، مش هيطلع لك سينتكس ايرور. فلو انت قاصد عايز تعمل جروبنج ان التو كيسز دول هتلاقيهم نفس الهاندلنج، دي حاجه ظريفه، لكن لو نسيتها مش حاجه ظريفه خالص يعني. طيب لو اللوبس، لو انا قلت لك دلوقتي عايز اعمل برنامج بيطبع الارقام من 1 ل 10، قلت لي والله بسيط، سي اوت سي اوت سي اوت سي اوت من 1 ل 10. طيب لو انا عايز اطبع الارقام من 1 ل 100 او من 1 ل 1000، والمصحف من 1 ل 1000 هتقعد تكتب بقى 1000 ستيتمنت سي اوت سي اوت، اكيد يعني في طريقه اذكى من كده ننفذ بيها الموضوع دوت. اللوبس بتديني القدره اني انفذ كود عدد كبير من المرات بناء على كونديشنز معينه، طول ما الكونديشن دوت متحقق الكود بتاعي بيتعمل له ريبيت، بيتكرر مره تانية، بيتكرر مره تانية لحد بناء على كونديشن معين انا هخرج. في انواع من اللوبس، في انواع من اللوبس. اول نوع عندنا اللي هو الوايل لوب. الوايل لوب بيعيد، وايل يعني مدام او طول ما، فالوايل لوب بتعيد تنفيذ الكود طول ما الكونديشن متحقق. طول ما الكونديشن دوت متحقق اللوب دي بتتكرر. طيب في لوب تانية اسمها الفور لوب. الفور لوب بتعمل تشيك على فاريبل معين في رينج معين، يعني مثلا من 0 ل 10 هنفذ كذا، من 5 ل 50 هنفذ كذا، within الرينج ده اللوب دي هتتنفذ. طيب الدو وايل لوب، الدو وايل لوب زي الوايل لوب بالظبط، بس بتشيك على الكونديشن في الاخر. طيب ايه الفرق، ايه الفرق اللي هيحصل لما تشيك على الكونديشن في الاخر؟ خلينا نشوفها في سلايد مختلف. نبدا بالوايل لوب، بكتبها ازاي؟ بكتب وايل وبفتح قوسين اللي هيبقوا فيهم الكونديشن، كونديشن يعني ترو او فولس. طول ما الكونديشن ده متحقق بتفتح الستارت والاند براكتس بتاعتك، الكود اللي ما بين القوسين دول هيتنفذ طول ما الكونديشن ده متحقق. عندنا برنامج هنا بسيط، بنقول طول ما الاي اقل من ال20 اطبع الفاليو بتاعت الاي، طول ما الاي اقل من ال20 اطبع بالفاليو بتاعت الاي. طب انا هنا، ودي حاجه مهمه وبتعمل مصايب، يعني انا هنا حاطط الاي ب10، تمام؟ لو انا كتبت انتجر اي ب10 وبعد كده قلت طول ما الاي اقل من ال20 اطبع رساله دي، وما كتبتش السطر ده، السطر ده بيقول لي زود الاي بواحد، اعمل انكريمنت لقيمه الاي. لو انا ما كنتش بعمل انكريمنت هيبقى طول ما الاي ب20، طب ما الاي اقل من 20، طب ما الاي دايما اقل من 20. هنخش في حاجه اسمها انفاينايت لوب، لوب غير منتهيه، ودي في الاخر بتنتهي الى ان السيستم بيكراش، لان هو بيقعد ينفذ نفس الكود الى ما لا نهايه، فمش هيخرج ابدا. فنخلي بالنا من الكونديشن اللي احنا بنتشيك عليه ان هو امتى نقفله. هنا
طول ما الايه اقل من 20 هيطبع، يعني من اول 10 لحد 19 هيطبع قيمة الايه، لان انا هنا بانكريمنت قيمة الايه، هيبقى الاوتبوت بتاعنا شكله عامل كده. طيب برضو الاكسرسايز ان احنا نخلي الايه ديت بدل ما احنا عاملينها بايدينا، حضرتك دخلها خدها من اليوزر. طيب الفور لوب، الفور لوب احنا قلنا ان احنا بنتشيك على رينج معين للفاليو، طول ما الفاريبل بتاعنا من قيمه كذا على الاقل الى قيمه كذا على الاكثر انا بنفذ الكود بتاعي. هنا بعرف بنكتبها ازاي، بعرف فاريبل، الفاريبل دوت بيبقى ليه initial value اللي انا هبدأ منها، وبيبقى ليه maximum value اللي انا هنتهي عندها، وهنا بيبقى هنا الانكريمنت ستيتمنت، او مش لازم تبقى انكريمنت، يعني مش لازم اكون بزوده، ممكن اكون بقلله، ممكن اكون بضربه، ممكن اكون بقسمه، مش شرط. المهم هنا الـ العملية الحسابية اللي هتغير في قيمة الرينج اللي انا ماشي عليه. وبرضو طبعا الستارت والاند براكتس بتاعتنا، وهنا الكود. يبقى انا فور طول ما انا جوه الرينج ده، الستارت رينج ده والاند رينج ده، الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو دول تنفذ الكود ده. طيب الفاليو دي بتتغير بناء عن ايه؟ بتتغير بناء على العملية الحسابية اللي انا بعملها هنا. خلينا نبص على سامبل. طول ما الفاليو بتاعت الايه، الفاليو بتاعت الايه الستارت بتاعها كذا، الاند بتاعها كذا، طول ما هي بدءا من 10، طول ما هي اقل من 20 انا هنفذ الكود ده وزود الايه كل مره بواحد. دي نفس الفكره اللي احنا عملنا بيها الواي لوب اللي فاتت. ايه طب يعني ايه الفرق؟ هنبص ايه الفرق. يعني دايما ان احنا ناخد قرار نستعمل انهي نوع من انواع اللوبس دوت بيحتاج شويه تفكير في الكيس اللي احنا بنحلها. طيب الدو وايل لوب، احنا قلنا ان الوايل لوب بنحط وايل، بنحط الكونديشن هنا، طول ما الكونديشن ده متحقق انا بنفذ الكود ده. الدو وايل انا عملت ايه؟ كتبت دو وكتبت الكود هنا وعملت التشيك بتاع الكونديشن في الاخر، بس كده، بس كده. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ يعني ممكن نفكر مع بعضينا كده، ايه الفرق؟ لما انا اكتب هنا هو الدو الكود ده وايل الكونديشن ده متحقق، انا بعمل التشيك امتى؟ بعمل التشيك على الكونديشن بعد الكود، بعد الكود بتاع الايتريشن اللي انا عايز اكرره. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكود ده هيتنفذ على الاقل مره واحده. يعني لو الكونديشن ده بفولس، الكونديشن ده ما اتحققش، هيبقى الكود ده اتنفذ مره واحده على الاقل. يعني انا لو عايز الكود يتنفذ مره واحده على الاقل بغض النظر عن تحقق الكونديشن من عدمه، بستخدم دو وايل لوب. ده نفس البرنامج اللي احنا عملناه اللي هو بيطبع الايه من 0 ل 19، بس كتبناه بشكل مختلف. احنا طول ما الايه اقل من 20 احنا بنطبع قيمة الايه وبنزود الايه في كل اتريشن. لو كنت بدلت السطرين دول كان هيزود الايه وبعد كده يطبع. تمام؟ طيب نظرة كده سريعة، ايه الفرق بقى ما بين الوايل والدو وايل و الفور؟ دو وايل ووايل. الدو وايل بتعمل تشيك على الكونديشن في الاخر، فعلى الاقل الكود هيتنفذ مرة واحدة حتى لو الكونديشن لم يتحقق. طيب ده الفرق ما بين الدو وايل والوايل. احنا شفنا نفس الكود او نفس الفانكشنال اللي احنا عايزين نعملها، نفذناها مرة بفور ونفذناها مرة بوايل. طيب استعمل فور ولا وايل؟ الفور كويسة لو انت عارف بالظبط الرينج اللي انت شغال فيه. يعني مثلا انت جاي لك داتا انت عارف حجمها، فانت عارف المينيمم فاليو بتاعتها والماكسيمم فاليو بتاعتها، فانت معاك الرينج كله وانت متحكم فيه، ماشي. يبقى انت كده خلاص عارف الرينج بتاع الشغل، انت كده هتستعمل فور.
طيب لو انا مستني كونديشن، لو انا مستني انبوت، لو انا بناء على فلاج معين او حدث معين هيحصل مستنيه هيبقى بترو او بفولس، هعمل اللوب بتاعتي استعمل وايل. وايل لما اكون مستني كونديشن، وفور لما اكون عارف الرينج اللي انا شغال فيه. عندنا بعد كده ستيتمنت بتاعت البريك والكونتينيو. احنا شفنا الستيتمنت بتاعت بريك بنستعملها في السويتش كيس، عشان في اخر كل كيس بنخرج من السويتش، بننفذ الكود ده بس وبعد كده بنخرج. هل ليها استخدام اخر؟ الحقيقه احنا ممكن نستعملها في اي نوع من انواع اللوبس عشان نخرج من اللوب. يعني هنا انا هنا عندي فور لوب وعايز في كونديشن معين اخرج من اللوب ما كملهاش، بنستعمل الستيتمنت بتاعت بريك. انا هنا مثلا عندي يعني عداد بجمع فيه الداتا اللي هيدخلها اليوزر، وعايز لو دخل صفر يعني عايز اليوزر يدخل لي عدد من الارقام وانا اجمعهم على بعض، وعايز اليوزر لو دخل صفر اخرج. طب لو ما دخلش صفر افضل اجمع في الارقام، فانا يعني عرفت فاريبل بره اهو اسمه سم، ده اللي هجمع فيه الارقام بتاعتي اللي اليوزر هيدخلها. بقول اليوزر لو سمحت دخل رقم، دخل رقم عشان اجمعه لك على الصم. طيب لو انا لو اليوزر عايز يخرج في اي وقت اقول له دوس زيرو عشان تخرج. الفاريبل بتاع الصم هيفضل يجمع في الفاليوز اللي اليوزر بيدخلها، الا اذا طبعا من 0 ل 10 يعني بسمح لليوزر يدخل 10 ارقام، الا اذا اليوزر دخل صفر في اي وقت انا بخرج، انا بعمل بريك، وفي الاخر بطلع له الصم او يعني بجمع بطلع له التجميعه اللي هو دخلها. خلينا نجربها على الكود بلوكس. انا عرفت الفاريبل بتاعي بره اللوب اهو، بجمع فيه الداتا، وادي اللوب الفور لوب بتاعتي من 0 ل 10، بطلع كل مره لليوزر الرساله عشان يدخل الرقم اللي عايز يجمعه، الا اذا لو دخل صفر هخرج. خلينا نجرب. الرسالة طلعت لي اهو، لو سمحت دخل رقم عشان نجمعه، او دخل زيرو لو انت عايز تعمل اكزيت. فانا مثلا هدخل 4، طلع لي رسالة تانية 5، 1، 2، هيفضل كده 10 مرات على الاقل. طيب انا لا عايز اخرج، هروح داي الزيرو. ماشي، هنا انا دخلت قد ايه؟ 4 5 9 10 12 15، دخلت زيرو يبقى هيخرج من اللوب ومش هيكمل، وهيطلع لي رساله ان انت دخلت 15 رقم، 15 يعني الفاليو السم بتاعها 15. الكونتينيو، الكونتينيو بتخرج من الايتريشن دي من اللوب وبتكمل اللفه اللي بعدها عادي. يعني انا في البريك لو كنت حطيت بريك كنت هخرج من اللوب كلها مش هكمل الفور. الكونتينيو بتخرج من اللفه دي بس وتكمل بقيه اللفات. انا عندي مثلا انا هلف هنا من 0 ل 20 وهقول له ان انا في حاله ان الرقم ده الكاونت ده بيقبل الاسم على 4 انا مش هطبعه، فانا هطبع كل الارقام من 0 لحد 20 الا لو الرقم بيقبل الاسم على 4. فانا في حاله رقم باسم بيقبل الاسم على 4 هفوت اللوب، هخرج بس من الايتريشن دي واخش الايتريشن اللي بعدها عادي. يعني لما يجي مثلا الكاونت 0 هيطبع، 1 هيطبع، 2 هيطبع، 3 هيطبع، 4 لا هيعمل كونتينيو بعد كده يكمل، هيخش 5 6 لحد 8 يفوت ويكمل وهكذا. يعني كونتينيو بتخرج من اتريشن واحده بس من اللوب وبتكمل بقيه اللفات اللي بعدها عادي. في عندنا ستيتمنت تانية اسمها ريتيرن، ريتيرن كده من اسمها اللي هي بترجع. طيب ما احنا كان عندنا او بتخرج، احنا كده ما احنا عندنا ستيتمنت تانية اسمها بريك. فايه الفرق بقى يعني ما بين البريك ستيتمنت والريتيرن ستيتمنت؟ البريك بتطلع من اللوب
وبتبدأ تنفذ أول سطر بعد اللوب. يعني أنا هنا هوت عندي لوب أهي وايل لوب ماشي، فيها على كونديشن معين فيها بريك، البريك دي هتخرج من اللوب وتبدأ تنفذ الكود اللي بعد اللوب عادي. طب ريتيرن، الريتيرن بترجع من الفانكشن كلها، بتخرج بره الفانكشن كلها. طب لو انا اصلا كنت في المين فانكشن، الفانكشن الرئيسيه في البرنامج، واحنا هناخد الفانكشنز في السكشن اللي جاي على طول، لو كنت من المين فانكشن فالريتيرن دي بتخرج من المين فانكشن، يعني بتخرج من البرنامج كله.